يوم أعلن المجلس الدستوري قبل نحو شهر ونصف قراره لا قرار في جملة طعون تقدم بها تكتل لبنان القوي تتعلق بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الانتخابات من بينها اقتراع المغتربين، خرج رئيس التكتل جبران باسيل مستشهدا بمقولة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: المجلس الدستوري أقدم على الانتحار، مؤكدا أن التكتل لن يستسلم مع أنه يخضع للقانون ولأحكام السلطات القضائية. فوفق النائب باسيل، سقوط الطعن ضربة للدستور وانتكاسة للمنتشرين الذين من حقهم أن يخصصوا بنواب يحملون مطالبهم وبكتلة خاصة بالمنتشرين في مجلس النواب. نحن رح ندرس أي خطوة ممكنة لمحاولة استرجاع هالحق من خلال يعني قانون أو اقتراح قانون نتقدم فيه، وإذا ما نجحنا ما منقول إن فشلنا، منقول للمنتشرين إلى اللقاء بالعام 2026. وعلى هذا الأساس تقول معلومات سبق أن كشف عنها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إن تكتل لبنان القوي يستعد لإعادة طرح ملف اقتراع المغتربين من جديد عبر تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء المادة الثانية من تعديلات قانون الانتخابات التي علقت العمل بمسألة الدائرة 16. فإذا ما تمت هذه الخطوة، ما المحاذير الدستورية لاستحداث هذه الدائرة؟ وهل من أثر مباشر لها في الاستحقاق النيابي؟ فكيف لمجلس نواب صوت لانتخاب المغتربين في الداخل يعود لإحياء دائرة مستقلة لهم في الخارج؟ فأين مبدأ ثبات التشريع؟ وأين مبدأ الحقوق المكتسبة؟ فالمغترب دعي للتسجيل على أساس القانون النافذ، وصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساسه، وحددت مواعيد الانتخاب في الخارج استنادا إليه. فبعد أن كان للمغترب الحق في انتخاب نوابه في الداخل، فكيف ننزع عنه هذا الحق لصالح حصره بنواب ستة لا علاقة له بهم لا من قريب أم بعيد؟ بالخلاصة، إصدار هكذا قانون سيؤدي حكما إلى نسف الانتخابات برمتها وأقله إرجائها إلى أمد غير منظور، سيما مع عدم توافر مراسيم تطبيقية وتنظيمية من جهة، ولغياب الاتفاق السياسي حول التفاصيل من جهة أخرى. وفق المنطق القانوني، لا قدرة لأي فريق على تعديل قانون الانتخابات لجهة استحداث الدائرة 16 قبل 3 أشهر من موعدها. أما إذا أقدم لبنان القوي عليها، فما الآلية المطلوبة لتقديم هذا الاقتراح؟ أما لجهة الآلية فإن ذلك يتم عبر اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 8/2021، وبالتالي العودة إلى الدائرة 16. لكن السؤال المطروح: هل سيقبل من اعترض سابقا على اعتماد نصاب الأحياء، أي 59 نائب، على اعتماد هذا النصاب لتمرير هذا التعديل؟ المهم أن لا يدفع المغترب والمنتشر ثمن خوف فريق سياسي من فشله بالانتخابات. أما كتلة لبنان القوي فتنفي مصادره للجديد كل ما يحكى عن نيته التقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء المادة الثانية من تعديلات قانون الانتخابات التي علقت العمل بمسألة الدائرة 16، وتضع الموضوع في إطار الحملات المغرضة التي يتعرض لها، وتؤكد أن الموضوع غير مطروح حتى اليوم على الأقل. فهي وإن كانت ترى أن قرار المجلس الدستوري مجحف، لكننا نحترمه والأمور بتخلص هون. تختم المصادر. دارين دعبوس، قناة الجديد.